احمد تعليقك ايه؟ وهل مودست او كلام سعيد يثبت ان مودست هو مهاجم صندوق فقط بينتظر العرضيات لكن يعني ما خارج منطقة الجزاء هو قليل؟ هتفق واختلف مع سعيد في بعض اتفضل. يعني طبعا اختلف معاه ان هو مودست بالنسبه لي مهاجم مظلوم، مظلوم. مظلوم في النادي ليه؟ الاهلي، ليه؟ لان البروفايل بتاع مودست هو غير مناسب لطريقه لعب النادي الاهلي. مع ان البروفايل ده هو اللي عايزه كولر. تخيل يعني كولر فضل بيدور على البروفايل اللي هو رقم 9 الصندوق، والحقيقه ان النادي الاهلي بقاله اكتر من سنتين حتى من قبل كولر لو عايز بيلعب. تعرض الحالات تعرضها. يعني ممكن نجيب الحالات بتاعت مودست، بس يعني عايز اتفضل اوصلك اتفضل. النادي الاهلي بقاله اكتر من سنتين بيلعب الاختراق كله من على الاطراف، وبيعتمد على السرعات سواء بيرساو ولا حسين الشحات. طبعا دي حالات مودست، هوريك ان مودست ليه مظلوم. مودست عايز تقيم مهاجم او تقيم لاعب، شوف الحاجات اللي كانت بتجيله هل اتصرف فيها صح ولا لا. ماشي. لكن انت هتطلب منه زي ما سعيد بيتكلم بتقول ان هو في الحاجات السرعات، طب ما هو اصلا انت عارف هو بتجيبه ان هو مش سريع، ان هو مش البروفايل المهاجم السريع، هو مش كهربا، هو ما كانش محمد شريف، لكن هو بروفايل لاعب مختلف، مهاجم صندوق داخل الصندوق خطر جدا، راس ماله الكرات العرضيه وضربات الراس. فهل فلما بتجيله الحاجات ديت بينجح؟ بينجح. نجيب الحاله ديت طبعا، دي الجون ده دي. الجون عمرو السوليه طبعا، وهنا دي ميزه عمرو السوليه اللي كنا مفتقدينها، لاعب من اهم اللاعبين اللي بيعمل الكرات الطوليه بالمقاس يعني بالظبط، هيعمل طبعا الباص بص مودست انا بس عايز يعني مودست واقف ازاي؟ يعني بص مودست مغطي الاوفسايد وتمركزه نموذج، والتمركز ده هنجيبه في كذا اكتر من حاله، في مباراه السوبر المصري اللي هو حسمها للنادي الاهلي، وفي مباراه كمان الجونه. نكمل ماشي. الحاله اللي بعدها. بص مودست بعد ما اتحرك استلم الكوره، هنا مودست عنده ميزه مهمه جدا ايه هي جدا، بقى؟ الهدوء. الهدوء زي هدف الجونه كده. هدف ده انا جايب، ده انا جايبها لك، ده بص بالظبط نفس هدف الجونه بالظبط، يعني ماشي. هجيب لك ده انت كانك عارف الحالات. بص هنكمل الحاله اللي بعدها. بص هدوء مودست، وبص بقى الباص، يعني ده هو البروفايل مودست، البروفايل في الحاجات اللي بتجيله في الاختبارات اللي بتجيله، لا هو جوه ناجح منطقه. طبعا جوه منطقه وهدوء، وبيلعب الكره بهدوء جدا. يا اما بقى لو هو دي مش مطالب الجهاز الفني بيبقى ما كانش جاب مودست. بالظبط. يبقى احنا لو مش دي سياسه الجهاز يبقى احنا الفني او بنتكلم كولر ما ان كانش جاب من مودست. الاول خالص نتكلم، نجيب الحاله اللي بعدها. ده ماتش او الجونه، ده هدف الجون. هدف الجونه، طاهر محمد طاهر بيرفع بيعمل باص طويل جدا، مودست بيستلم استلام وبيوقف حلو نموذج لا وبيسند وبيطلع على بيعدل. الكوره وبيحط الكره في بطن رجله بكل صح هدوء، صح فده بيبان ان عنده الهدوء قدام منطقه الجزاء. يبقى مودست عنده المواصفات كمهاجم تسعه، مواصفات موجوده، لكن بروفايل مودست مش مناسب لطريقه لعب النادي الاهلي في الفتره دي. مباراه شباب بلوزداد انا قلت ان كان مش مباراه مودست، لان انت بتعتمد على التحولات، وطالما بتعتمد على التحولات يبقى انت محتاج مهاجم طيب عنده السرعات. كويس. فاعتقد ان مودست يعني اتظلم برضو. انا كنت عايز اجيب لك اللقطه الاخيره بتاعت مباراه السوبر، تمركز مودست في لو جاهز عرضوها يا لو جماعه. موجوده تمركز مودست، لا لا دي ده ماتش استلامه، الجونه. دي الاستلامه بتاعت ماشي. اللي مباراه بعديها بقى. الجونه، والفينش طبعا ببطن رجله وبهدوء اوكي. جدا، وبيلف بالمدافع. فالاختبارات اللي مودست جات له كان بينجح فيها دائما في ظل طبعا وجوده في منطقه الجزاء او كمهاجم لو صندوق. بتاعت السوبر جاهزه عرضه. ايوه السوبر هي. هي بص التمركز مودست اللي كل الناس ساعتها افتكرت ان هي اوف سايد، لكن مودست عارف هو واقف ازاي، صح. ودي كانت من اهم مميزات مودست وهو جاي من النادي الاهلي، الناس كانت عارفه دي ميزه مودست الاساسيه. تمام. ده جزء مهم جدا.